هتجيلي طيب ولا نروح سريعا لزميلنا كريم احمد ملعب مباراه ولقاء مع علي معلول نجم النادي الاهلي. تحيه من جديد لكل جمهور النادي الاهلي، بنبارك لكل الجمهور للعيبه الرجاله علي معلول زي ما بنقول في كل مره، واحد من اعظم اللعيبه اللي دخلت النادي الاهلي، فوز مهم جدا، بطوله الدوري مهمه جدا، مبروك يا علي، بنبارك للجمهور، حابب تقول على اللحظات المهمه جدا دي. اول حاجه الحمد لله، مبروك لكل جماهير النادي الاهلي الفوز بلقب الدوري والرجوع ثاني مره لبيته من اول جديد، لكن كنا نعرف انه الدوري تحسن من الجوله الفارطه، لكن مقابلة الديربي تقعد مقابلة كبيرة مع الغريم التقليدي بتاعنا، ركزنا على المقابلة، ركزنا اللي لازم ننتصروا اليوم مش نكملوا في السلسلة الإيجابية بتاع النادي الأهلي. الحمد لله اللاعبين اليوم كل قدموا مردود كبير في قيمة تيشيرت النادي الأهلي، الحمد لله انتصار مهم يخلينا نعزوا الصدارة بتاعنا وإن شاء الله نكملوا الدوري هذا بدون هزيمة. اللي ممكن يقول علي لكل جمهور النادي الأهلي العظيم على روحهم وإصرارهم ومساندتهم الدائمة علي لي. أكيد أكيد مش محتاجين إشادة من علي معلول، جماهير النادي الأهلي هي ديما رقم واحد، ديما هي خير سند للاعبين في الأوقات الصعبة قبل الأوقات الفرحة، هذا اللي تعودنا عليه من جماهير النادي الاهلي وان شاء الله ديما نكون عند حسن ظن. مبروك علي، مبروك، بنبارك اكيد لكل جمهور النادي الاهلي وعلي معلول، لكن مستمرين مع كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي.